الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 13 من كتاب الدرة البهية، نظم الأجرمية، للشيخ شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريضي رحمه الله تعالى. باب الأفعال، هذا محل ومبحث مركز شيخ سود من باب الكلام يا باب معرفة علامات الإعراب، وباب النحو ومن سنة باب الأفعال بهالك كبلاوة. باب الأفعال، أفعاش باب كهل، هذا محل ومبحث. أفعالهم ثلاثة في الواقع: ماض وفعل الأمر والمضارع. فالماضي مفتوح الأخير انقض عن مضمر محرك به رفع، فإن أتى معد الضمير سكر، وضمه مع واو جمع عينا، والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون. وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد، همز ونون وكذا ياء وتاء، يجمعها قولي أنيت يا فتى. وحيث كانت في رباعي تضم، وفتحها فيما سواه ملتزم. بسم الله. وبعد، عشر كيسة دحية طبنات كتاب كي نظم الدرة البهية، نظم الأجرومية، والفي شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريضي رحمه الله تعالى. وحن رب العبنا يا عشر كاسة دحية طبنات. باب الأفعال، أفعال شباب كي هذا محل ومبحث. باب الأفعال، دور مسألو شيخ وكهل للدورة كو وحكال للدورة وشرحها أنه وكهل للدورة تعريف الأفعال. أفعاش إن لقيها لغة واصطلاحا، فعل محلها لغة واصطلاحا، تعريف الأفعال إن لقيها لبا وحالها اللي دون عدد الأفعال. أفعاش تراذيض يلمر كيذو ما يقوى تامتن وكاها اللي دون صدح وحوكاها اللي دون فعل كاستي أحكامتي سيئة أنواع هوسمات يا مثل ذي. باب الأفعال، مركة تعريفك ما دام الله فلا يا كتاب كان مركي لسوق قاله إنه روح أجرومي سوقات إنه نظم الأجرومية، الأجرومية تحي يسوى قبل يس مركة وحالة ملاينا يا سيدي سلسلة دلوية كان روح إنه أجرومي سوقات صادرت يا مركة يسوى تعريف كي مشي مركة وحالة إنه ورت الأفعال وجمع فعل، فعل بقى أفعال وجمع أفعال وجمع تكسير. الأفعال جمع فعل، فعل أو مفرد أو حلقة جميع ساء أفعال وجمع تكسير أدوات أرتا ججب عن عين. فعل مفرد كي ألف كمجر وأرت همزة كمجر وأرت أفعال مركة ججب عن عيساس جمع تكسير. الفعل لغة الحدث، بعده مركة الفعل لغة الحدث، فعل كاللغة العربية هو نعض وأكشن وحد أعضاء ويحدث. واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال. عشماوي أدي يجري يا صراحة أجرم يا غاركم. الفعل لغة الحدث نعضاء يا ديه نعض. واصطلاحا كلمة ويدلت كتوسيسي على معنى في نفسها كتوسيسي واقترنت وحين الله حليست بأحد الأزمنة وقتي هذه متك من التي وقتي هذا سهي أيض الماضي وقتي التغي والحال وقتي الوجر والاستقبال وقتي صوصر. الفعل لغة الحدث واصطلاحا كلمة دلت على معنى، على معنى الله على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال. كوا تعريف الفعل، فعل كاللغة ونعض. الفعل لغة الحدث ونعض. واصطلاحا سيكون شيء علماء النحات نحولي كلمة وأري كلمة ويدلت كتوسس على معنى معنى في نفسها كاتوسي واقترن الله حيصة بأحد الأزمنة وقت يذي متكمل
التي وقتي هذا سهي يدو الماضي وقتي تجي والحال وقتي هذا اللي جو والاستقبال وحصوص كتعريف الفعل بعد كابحنا عدد الفعل فعل كتير ديس أما لمبركيس شيخ أعطاك هل أفعالهم أفعال النحات بعد هم ضمير جمع وفن قندت كيلها أهل كوه النحوري أفعالهم أفعال النحات النحات أفعاشود ثلاثة صدح وي في الواقع السيدة تعضي حقيقة أوي سيدة جرته وهي صدح ماض فعل ماضي ماضي بؤها أسلو يا قاضي يا داعي مركة إعلال باكو دعوي سوى ماضي ماضي استثقلت الضمة على الياء وحال عصلا يستي قد سارا ياء فحذفت كل حد فيها قد ماضي ماضي استثقلت الضمة قد والعصلا يستي وارهن صرفها نحو ذا الدستاء شغلكم أسيلا إعلال استثقلت الضمة قد والعصلا يستي على الياء يا دلسا فحذفت ضمدي والحذف هل قاعدنا قبصوا هذه الشيء حركة هذه ما لقى قاب نحو يصرف صرف بعنا شقق كسيلة عرفن داس سيدا إذا هذه حركة ما لقى حذف تلقائيا سويدين الآن سكون بفول هاي ماشي تلقائيا ستوس أو مباشر سويدين الآن ماضي المركز يا ذا قد كذي ما حذفتها يا ذي واحد برضه يتويك فالتقى ساكنا لبر باكو فحذفت الياء يا ذي لفت هذا الاسكحت فيه يا ذي لأنه ما شو اللي قبح يا ذي هدي اللي قبحي ولي تويك اللي بقود كأها سو قرم يسر يا ما أنا ماشي اللي قحت يا محا مناسب وهنج كسر تويك مركا كسر على ماضي ماضي سلو وقال واحد الحدف إنه يا ها يا إنه يا ها مركا ماضي صداسة استثقلت الضمة الضمة دي بقى العسل على الياء بعد أفعالهم أفعال النحات النحات أفعاش ثلاثة صدح وهي في الواقع السدد عضي إجماع بك عبر هلك إجماع شيخ والوير هست ها بيجوري وحير وهي ثلاثة وصدح وهي أفعاش لا رابع لها مد أفراد ماله في الواقع إجماع عن مدينة ماشا شرح ما هزا إجماع وواحد اللي يذكرها ما إجماع خرق بالوسمة اللي يذكر مرة سيدة راجحة راجحة صحيحة وين أفعاش صدحت ماض ماضي يو فعل الأمر أمر كفعل كيس والمضارع وحاله أصلي وفعل المضارع مضارع فعل كيس وفير سادالك مسألة هرت مهم وكهد له أفعاش وين صدحت صدح صدح هو ماضي يفعل أمر يفعل مضارع سوما إجماع عن تعلق وقف سدي لك سبب سيدة النحو ذو حيكة أنا قاعد اللي ما مجال والله ما ضبع العراق ويا اللي بصري يقوف لك البيت لو هذا مجال أي كهنا قاعدين مركة بصرة وحاقوب النافير بصرة وحاقوب النادات كأسالة عن عرب أهين سالت على أبوه أما أبوه أو كلا عرب لا وما أهين خاف روس يملك السجن سيب ويه حتى عرب رسمي أما كوفر وحاقوب النا العرب القح عرب تأصلك مركة اللي سقبتنا عرب تأصلك أقول كل اللي يجي بسرين تراجح نحو ذي مركي اللي جو مركة كوفيين توحي قبان خلاص عن صوا قابل كوفيين توحي قبان أفعاش وين إلا بط أفعاش والله وحيدها وماضيها مضارع وحي قبانيك وأفعاش وين إلا بطها ماضيه مضارع أمرك وحيليه وجزء من المضارع وفي رسالة وجزء من المضارع مركة إجماع عن تأسال الدين وحيليه اضربته لتضرب أحد لتضرب ما قالك إعلال كي مركو نعي أولام كي اللي حذفي أو تأذي اللي حذفي ضاد ريب اللي قبل أواق كريمك جي أو حاليهم بهمزة الوصل اضرب اضربته وحيليه وجزء مقتضع لقصة وقصة من لتضرب أحد مركة إجماع عن تماشا وكعبرك
لإسكما وافقس أفعالهم أفعال النحات نحو لي أفعال شيء ثلاثة صدحوي في الواقع سيدا بعد إجرتي في الواقع سيدا حقيقة بعد إجرته ماض وي ثلاثة تكبدل إسها ماض وي وفعل الأمر أمر كفعل كيسوي والمضارع وفعل المضارع مضارع فعل كيسوي أفعال شيء صدح تاي محل وقاذب للاستغراء والتطبع عليه دبقر يا أغرم بدل يا رعيد حاجة دلنا وحيك سدن آيات قرآن له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وحنكفى نيله آيات داس أزمانتو إني صدحت له الله وحاوسنا ما بين أيدينا وحورتنا وما خلفنا وحق داشنا وما بين ذلك اللبضة وحاود حي بقرة حالك شعر نويك نيل زهير ابن أبي سلمة بضم السين سلمة سلمة نيل زهير ابن أبي سلمة ومعلقات كتضبط أكمل أيا بيد حكوي وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي وأعلم وحنوقه علم اليوم ما تعلمي وحالدي وأعلم وحنوقه علم اليوم ما تعلمي والحال ما أنت اللي وجره ما أنت الجمعة تصال والأمس شلي وقبله ما أنت كهر رئيسنا شلي وخميسة عند علم جذي وهي وماضي مكت وصلنا ولكنني هسأت عن علم علم وما في غد بالركوس عمي وكأن الله ومستقبلك وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي وأعلم وحنوقه علم اليوم ما أنت علم جذي وحالد والأمس شل علم جذي وقبله ما تكوري ولكنني هسأت عن علم علم وما في غد بالركوس عمي وكأن الله أفعال ما أفعال النحات النحات أفعال شهد ثلاثة صدحوا في الواقع استدن على حقيقة ماض وي فعل تجي وفعل الأمر أمر كفعل كيسوي والمضارع وفعل المضارع مضارع فعل كيسوي فالماضي مد كست أنواع لسي أحكام تسال قال فالماضي ماضي فعل كي تجي مفتوح الأخير حرف كأقول ضم مد لكرديوي كرمة إن قدع هدي لجوي عن مضمر 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 كاسو محرك لحركي مضمر كاسو رفع لجوي به بالم به بالماضي ماضي الوجود أو فيرسان أرتفع الكماضي محاكو جانا ماضي وواحد مال دوا على قبنا فعل ماضي وحلو جادا قبل الزمن تقبل الله لصوت قبل الزمن التكلم هذا كان كهرب ودعي قبل الزمن التكلم هذا الكهر كهر تام هن نقطة دقيقة كهر أما هل ساعة كهر أما هل معني كهر أما هل بالكهر أما هل سنة كهر أما بقول سنة كهر واسكوميد وهرين وحاتر هذا السلي العصر عصر كي والسوت كذي هذا كان مركاني ما كهر بالسوت كذي مثل ما سوت كهر بالسوت كسامة وحاتر كانت أمس شلي وحيد يوم الخميس بيه مركان هذا الكلام كورس وخميس تماهين ما دوا كان قبل الزمن التكل هذا الكلام كورين بالهراء ما قوي عن وعد هوسي مات ولماذا قارن الصدح بيكده عن قارن أفر ولماذا قارن وحيكده عن صدح أنواعه أما أقسامه قارن أفر شاقه وضدي صدح ذو مرئ ماضي السدح يسوحاوه كو فالماضي مفتوح الآخر أبدا سمعنا جرمي إن لم يتصل بآخره الشيء سمعنا هدون آخر كي سوح والله حيلي السنن والله كورنقا كورنقا سهل لنبر لغتري عمال لب ولماذا قارنا هل لنبر بكتريانو كورنق قارنا وحيدي فتح ظاهرة يفتح مقدرة فتح ظاهرة ومركو سبوكين قام قعد جلس قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الاعراب مركو بكره فتح مقدر وحنا كوبكوده ها الف كليه ماضي مخو كوبكوده الف كليه و كوب بكوده يا كوب بك سو جرديس وا الف وا دعا يا رما القى كواسو دعا فعل ماضي مبني على فتحه مقدره على الالف مراع من ذوري التعذر مركب مفتوح الاخر كاسر هو انه كو افصل
waa nooca koowaad falmaadi maadigii ficilkii tegey zaman ahaan tegey oo qabla zamani takallum buu dhacay maftuuxul akhiiri xarafka dambe mid la kor dhigi weey goorma maa lam yatasil bihi shay untay wuu rabaa in qudica inuu ka cabiro in qudica haddii laga gooyo can mudmarin mudmar mudmarkaasoo muxarakin la xarakeeye damiir rafc mutaxarik weysa ma garanaysa waa darabti darabna iyo darabtay damiirkaasoo rufica la goday bihi bilmaadi maadiga lagu goday falmaadi ficilkii maadi maftuuxu laakhiiri aakhirkiisa mid la kor dhigi wey naxu qaama dheh maftuuxa ama maftuux bifadxa daahira ha noqdo ama bifadxa muqadara soo wada gelaysa qaama qaama ficil maadi mabni cala alfatxi laa maxallo min alicraab waa kii bukay dacaa iyo ataa amrullah ataa ficil maadi mabni calaa fatxa muqadara cala alalifi manaca min duhuuri an tacduru amru faacilu ataa marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri amru mudaaf allahi mudaaf ileyh majruu calaamatu jarri kasratu daahiratu fi aakhiri faalmaadi ficilkii maadi ee tegey maftuuxu laakhiiri aakhirkiisa mid la kor dhigi wey in qudica haddii la gooyo can mudmarin mudmar haddii laga gooyo mudmarkaasoo muxarakin la xarakeeyey mudmarkaasoo rufica loo geday bihi bilmaadi yuu la xiisanay damiir rafci mutaxarik yuusan la xiisanay in qudica laga bilaa fiir can mudmarin muxarakin bihi rufci wuxuu ka wadaa allaa yatasila bihi damiiru rafci mutaxarik allaa yatasila bihi yuusan la xiriirsanin damiiru rafci mutaxarik damiiru rafci mutaxarik waa darabtu iyo darabnaa iyo darabna culimmadii hore waxay ku soo koobi jireen markii leeya damiiru rafci mutaxarik markii leeya tu na naa bay dhahan tu na naa tu waxay ka wadaan darabtu ama tu ha noqoto ama darabta ha noqoto ama darabti ha noqoto ama darabto waa ta unmoogta naana waxay ka wadaan darabnaa waa keligiisa na-na waxay ka wadaan darabna kuwaasaa damiir rafci mutaxarik marka ta'daa badan naana waa hal na-na waa hal marka waxay dhahaan damiir rafci mutaxarik si aad u fahad waa damiir gudan horta waa damiir faacil ah damiiru rafcin inta waa damiir rafci waa gudan yahay waa faacil waa faacil mutaxarik waa xarakaysan yahay oo ama waa kor dhigan yahay ama waa godan yahay ama waa hoos dhigan yahay xarake ina luqada carabiga waa god iyo kor dhig iyo hoos dhig faalmaadi bificilkii maadi maftuuxu laakhiiri xarafka dambe mid la kor dhigi wey bifadxatin daahiratin naxwu qaama wa bifadxatin muqadaratin naxwu dacaa faalmaadi ficilkii maadi maftuuxu laakhiiri xarafkiisa dambe mid la kor dhigi wey in qudica haddii laga goyay can mudmarin damiir damiirkaasoo muxarakin la xarakeeyey damiirkaasoo rufica la goday bihi bilmaadi baa lagu goday allaa yatasila bihi damiiru rafci mutaxarik inuusan la xidhiisanin baa la fainata hadduu damiirkaa la xiiso waaka marka hadda maxaad ka baxday anwaacdii maadiga hal nooc oo ah almaadi xukmuhu ee maftuuxu laakhiri goorma maa lam yatasil biaakhirihi shay oo isagu ka cabiray maa lam yatasil bihi damiiru rafci mutaxarik damiir rafci yuu la xiisan laakiin waxaa lagu soo koobaa masaladaa koobaad falmaadi maftuuxu laakhiri maa lam yatasil biaakhirihi shay maa lam yatasil biaakhirihi shay aakhirkiisa waxba yuusan la xiisan fadxadana maxaa soo gelaaya fadxa daahira iyo muqadara goormuu muqadara noqdaa alif inuu ku bukooda bas fainaataa hadduu yimaado maadigii way faacilku iska jirhad fainaata almaadi wa fainaataa hadduu yimaado maadigii macda damiiri damiirka kana miciisa damiirkii hadda lagu soo sheeg aa damiir casha ku jirta alcahdiya way iska jirhad waa damiirkii hadda lagu soo sheegayo fainaataa hadduu yimaado maadigii macdaa kan miciisa adamiiri ee damiirka ah adamiiru miyuu idiin qoray mise adamiiri adamiiri oo hoosiga mise adamiiru oo godan ya nusqadaada oo kaada fainaataa hadduu yimaad macdaa kan miciis kee adamiiri adamiiri baa saxan maxay u saxanta maca waxyaalaha idaafada laazimo jalastu waan fadhiista maca shaykhi
قرآن معه سوكما مع الله مكوار أي إله مع الله سوما مرك ذاذا بقصد لفظها ذاذا ومضاف إليه مع ذا كن معيس ك مضاف إليه مرك الله وصي بياننا الضميري صلاة مقدت سيدة صحرة وحي الضميري إن ذاذا أي بدل أما بيان كان قرص ذاذا ذاذنا محاية علامات مضاف إليه فإن أتاها دوي ما دفع الكيوي مع ذا كان معيس ك الضمير أه سكنا حا سكنا حال يهم الله خيبي هل كان كوعل أوكا وعير صدر فإن أتاها دوي ما دفع الكيوي مع ذا كان معيس الضمير الضمير ك سكنا والغيب ماضي والغيب هذا ضمير الله حين سنة صلى الله عليه ضميرك هذا الذي دنا إنه الله حين سنة هذا الله حين سدوك ماضي محاله وسمين يبنى على السكون سكون بعلى ربنا مركز ترى وين هذا كابتن يبنى بعد ذيك سنة سام ماضي يا عمر أنت أجوك ويبنى ومبني الله بس ماضي يا عمر مركز وحوك ضميرك هذا اللي الله حين سنة يا الله حين سنة حكم محون قال يبنى على السكون ضرب تو كافي ضرب بعد وراءه ضرب تو قم تو جلس تو فعل تو أكل تو تضرب حيك ستي الفعل كي ماضيه لا ريو يبنى على السكون مركب عادي ضربت فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتساله بضمير رفع المتحرك وتاء فاعل ضرب مبني على الضمير في محل رفع فإن أتاها دوي ما دفع الكي ماضي مع ذا كان معيس ك الضمير أه سكنا والربي ماضي سكنا والربي هو ماضي فإن أتاها دوي وقيبتي لبعض مركوب وقيبتي لبعض وماضي قيبتي لبعض محوها مفتوح الأخير ما لم يتصل بآخره شيء قيبتي لبعض يمنع على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك فإن أتاهدوي مرك الله مرك إلا بعض وماضي فإن أتاهدوي ماذا ماضي مع ذاك المعيس الضمير الضمير سكنا والريبي ماضي نحو ضربت فعلت أكلت جلست ضمير كدرتي يمنع على السكون وضمه لمر سدح الكوغر سقيبت سدحات بكال وضمه إلا قد ماضي مع واو مع واو جمع واو جمع معي عينا ولا واجبي وتعيين فرض عين ما اركد فرض عين عينا ولا واجبي الف كالف ادراق والاسكي سكن الف كيدي عينا الف كالف الادراق والاسكي هذا الف الادراق معنى وين ماشي وما يالو واشعر كدرت وضمه فعل كي ماضي جديدس مع واو مع واو جمع واو جمع معي عينا ولا واجبي ما انت وحالتي صدحاده فعل كي ماضي محل حين سري واو جمع محله يبنى على الضم لاتسالي بواو الجمع ضربوا أكلوا قتلوا جلسوا فعلوا ما قرأ ضربوا فعل ماضي مركبة مبني على الضم لاتساله بواو الجمع واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع أكلوا فعل ماضي مبني على الضم لاتساله بواو الجماعة واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع قاتلوا فعل ماضي مبني على الضم لاتساله بواو الجماعة واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع ما لقت ما قحالوك شيء ماضي مرك شيخ سد فالماضي مفتوح الآخر إن لم يتصل بآخره شيء فالحالة سنقو تظاهرة أم مقدرة فالحالة ظاهرة ضرب إيا أكل إيا جلس قيبت الله بعد محوك يري يمنع على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك ضربت أكلت قتلت جلست فعلت قيبت الصدحات يمنع على الضم إن اتصلت به واو الجماعة ضربوا أكلوا قتلوا فعلوا وايه وعلي ماذا أفر كان لي حقيقة كان حالة دكوبات بكرة قادم وحيدين يمنع على فتح ظاهرة والأمر قام قعد جلس يبنى على فتح مقدرا واللمبر كان دعا رمى
يبنى على السكون إن اتصلت به ضمير رفع متعارف يبنى على الضم إن اتصلت به واو الجماعة ما غير غنس أف حالتي هرم بعد لو كلا ترس فالماضي في علكي ماضي مفتوح الأخير آخر كي سمين لو كردي قوي إن قضي عهدي لقوي عن مضمار الضمير ضمير كاسو محرك لحركي ضمير كاسو رفع لقوي به بالماضي ماضي لقوي فإن تهدوي ما دفع الكي ماضي مع ذا مع ذا ذا مع ذا عينك لرهب ولضرورة الشعر مع ومع فإن تهدوي ما دفع الكي ماضي مع ذا كان معيسى الضمير أه سكرة والرهب واي الضمير لغمك لأن النحو حالي النحو كجرح اليربوع مع علماء دي دي نحو اللغلوغ بانتا الضمير قد كما الله فيرين كراميركا وهدي لها فإن أتاها دوي ما دو مع ذا كان معيس الضمير ضمير هدوي ما دو وفإن أتا الضمير أتا فاعل كذا لقد يقول الضمير كالفتيس فإن أتاها دوي ما دا الضمير ضمير بأيمت مع ذا كان معيس ما دقا مالك أتا ذي بات فاعل كذا وحاد كالكتاي الضمير شو عثيمين وحديد النحو كجرح اليربوع واللغ بضطيب نحو فإن تهدوي ماد باديها ساو حاجرة من شيء أحمد قرن موية حيوان أي عربتو يربوع دهان باجرة مارك قدد بضن بوله انت وقد حقا وقد حقا وقد مارك هداد إريسود قد كان وكاقر وضهد أفريس كاسو فت كبه كاسو وكاسي بحيو كاكل هذا دانين كايف فريسة ككلو كسيب حياة يربوع بالله بعديها مع المكوت غاني حيوانك ما يجيب هذا التقل يا ما قالت حيوانك ما قعكوا عين دواء ها 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 فإن تهدوي ما دمرك فعلك ماضي مع ذاك المعيس الضمير أه يا فإن تهدوي ما دا الضمير ضمير هدوي ما مع ذاك المعيس ماضي سكنا والرهب ماضي وضمه ماضي قديس مع واو ومعي مع واو جمع واو جمع معي لقده عينا والواجبية ضمها ضربوا والأمر أمرك مبني وحاله بناء على السكون الراب أو حذف حرف علة حرف علة جيد إن كان معتلا هضوب كه أو نون أو حذف نون النون حذف إن كان من أفعال الخمسة كواس كبيرة فعل أمر بالي إذا ظهرت سوى فعل أمر ومستقبل سي بعد على صعدة بعد فعل أمر وحاوي سي بعد زمن التكلم هذا الكذب وضعه ويل كغير باتري قم استاد او معلمين باو بدنتينا ارنا فاهمين ارضيي با وحاتر عشر ككير عشر ككير مركا دادو كيري اما كيري نيبا سوما ميد با وير دغاد ما عشر ما هي كو دحاي سوما هدو امر كا فولنا مركا ادو تري كد يو كينو سوما قم استاد بات مركا قم استاد افكا كدمات أيو استاج أم استاج النصابة مرك بعد زمن التكلم استوى هذا الكو كذب بيا أرضي واتير الباب كان صلاة وإنه كعو كذب صلاة وصمة أمر كيقة ها أم بيئي كبات وإلا ضارا ويلكي أبيه صمة مرك بعد زمن التكلم يسوع ومستقبل حال ذي سوى ما قوى صدح ويشاف ولما أفر كدكتين واجرة صدح فيها صدح متن وكقره مبني على السكون سكون بالغبني ما لم يتصل بآخره شيء بعد هدون آخر كسوح ولا حلسة
آخر كل شيء لو وحاوي حرف علنا يسجل أفعال خمسة يصنقون وقم إنه نقض قم استاق مركب قم فعل أمر مبني على السكون لا محله من الإعراب كل فعل أمر مبني على السكون لا محله من الإعراب اضرب فعل أمر مبني على السكون لا محله من الإعراب يبنى على السكون بعد سكن ومبني الماضي والأمر مبنيان بعده ماضي يا أمر لبدا ومبني إعراب شققكم عليه حالتك ومركب يبنى على السكون ما لم يتصل بآخره شيء هذا صحيح الآخرية آخر كيسنا وحب الله حيسنا أفعال خمسة وصنقون سكون باكم بنا ينس حالد اللبات يبنى على حذف حرف العلة إن كان معتلا هدو جريا حرف كجر هذا جو يسو صدح حرف بو كجر هذا واو بو كجر هذا ألف بو كجر هذا ياء بو كجر هذا معتل ما نقوي حرف العلة أدعو إلى سبيل ربك سمار ارمي اخشى ارمي محد فعل امر مبني على حذف الياء هذا كوبس هذيك لما مبني على حذف حرف العله من اخره وهو الياء والكسره قبلها دليل عليه ادعو فعل امر مبني على حذف الواو اما ادعو فعل امر مبني على حذف حرف العله من اخره وهو الواو وضمته قبلها دليل عليها يخشى فعل امر مبني على حذف الالف اما مبني على حذف حرف العله من اخره وهو الالف والفتحه قبلها دليل عليها حرد صدحات يبنى على حذف النون إن كان من أفعال الخمس أفعال الخمسة دي النون كوك افعلوا وافعلوا الخير وضر افعلوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من أفعال الخمس وواو الجماعة أفعال مبني على السكون في محل رفع مركز صدح على ما يشكو السماء يبنى على السكون ما لم يتصل بآخره شيء يبنى على حذف حرف العلة إن كان معتل يبنى على حذف النون إن كان من أفعال خمس سوما حالة أفراد علماء قار قدرين وحيدين يبنى على الفتح فتح اللغو بنين إن اتصلت به النون التوكيد حالة أفراد واجرين إن فتح اللغو بنين دون نون التوكيد لحي سوى أكتبن إضربن إفعلن والنون وليا في فعل في فعلن وفعلي سوما والنون وليا في فعلن وافعلي وكيا والامر امرك مبني وحاله بنين على السكون رب او ما سيبنى وحاله بنين على حذف حرف عله حرف عله انتس ان كان معتلا هدو جرهيا او يبنى وحاله بنين على حذف النون النون تقول انت ان كان من افعال الخمس والامر امرك مبني وحاله بنين على السكون رب الله بنين ما لم يتصل باخر شيء او صحيح الاخريه اخر سنه وحل حيل سيجري أو حذف حرف علة حرف علة جوينتي سالو بنين أو نون حذف نون نون تجوينتي والأمر أمرك مبني ولا بنين على السكون هبا لو بنين مركو صحيح الآخر يا آخر جسوفيوية آخر جس أنا وحب الله حليس سنين أو حذف حرف علة حرف علة جوينتي سالو بنين إن كان معتلا هدو جرين ويا ألف يا كجرين واو ألف يا وكجرين أو نون أو حذف نون نون تقولين تذا إن كان من أفعال الخمس كي يدن بي وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد كوا فعل كلية معركات وين ذوي فعل يا معرب هذه لو ده فعل مضارع قرمة الخالي من النونين وين لبن خالي كي نون التوكيد إيه نون النسو لبدا نون مركو خالي كي مضارع ومعرب وحانا أصل وفعل مضارع إعراب كيسك مبني وحون نقضى مركي نون التوكيد لحيره أما نون التوكيد كثقيلها النقطة مدة شدا أما خفيف مدة أنشدنا إيه نون النسو نون التوكيد والله حيسوى لا يسجنن ثقيلة دي خفيفة دي ولا يكونن يلا نصف عن وكلم أما نون النسو يرضعنا يرضعنا والوالدات يرضعنا أولادهن يقومن يفعل لبدا جيروا مبني نون التوكيد بالله حيسوى فعل كي مضارع مبني على الفتح نون التوكيد كنا هو حرف لا محل من الإعراب نون النسوة لا حيستدي ويبنى على السكون ومبني لك ومبني على السكون نون النسوة سوى ضمير واسم وفاعل لوضع النون اسم له نون النسوة وضمير وفاعل نون التوكيد هو حرف وافتتحوا ويفرفرتين وحيكم باللوذين وهو جمع ونحولي وافتتحوا نحولي وحيكم فرفرتين
مضارع المضارع وحيكون باللودين بواحد هل أو من الحروف حروفتي كامل حروفتي على أربع أفرتاي الزوائد الزيادة ذاهدة همز همز وهي حروفتا ونون نون وكذا وحال من ذي يا يا وتاونتا يجمعها وحاكل منها يقولي هذا الكي أنيت عن كل يا فتاوي الكن الله يرضاه يا فتاوي اسك تمام البيت فعل مضارع مرة كامل وين أفرتا حرف لغو باللودين الزوائد الو كل مية أنيت ولماذا قارنا يكون كل مية نأتي قارنا يكون كل مية أتينا قارنا أيت إلى آخر شيء على كل مية أنيت ذا أوفي عن أنيت يا أوفي عن أنيت الله سبب أنيت أوفي قارن أنيت وان وهذه وآخر أما أنيت أدركت وحان هلا يعني مطلوب وحان هذه نحو ذي نفهم ملك التفاؤل بكجري رجع في عمل يسات أنيت وأوفي عن قارن أنيت وان فوقادين فوقاشي يا بيش كن ربي فوقاشو نحو ذي فاقدي وكيف فوقاد هذين نقطة كور وخطرة أنيت وان وهذا الله أما وان حال علي نأيت قاربا كوكل مين نأيت وان فوقادين قارها أتينا كوكل مين قارها نأتي أفرت من أتكو كل من سوا كل من أهان لكن أنيت وأوفي عن فعل مضارع مد كودوني هم نقول بالسوق برهال مد كان هل مثال يضرب محل لغو بلا ي أي فعل مضارع وأفرت عن حرف لغو بلا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت سماي وكيكو مضارع دارت وعين لغو بلا وأفرت عن حرف مد أفرتنا وحال رواني زائدين زائد محل ماضي وإني زائد كي فعلنا وحاصل وماض أني يضرب مركا الله ماضي وصوت ضرب معهم همزة مكجرت إياه ينون يتام مكجرت ما الزوائد وإني زائد كي حروف الماضي ماضي إني نكجر هذي ماضي وكجران وأصلا ماضي وقاها حروف عليه تبون القرآن أكرم وكرامي يلي سو ماضي ما همزة كلمة ذي كتر سنت زوائد ما هتاس ما قرأت أما وحوي نرجس الدواء دوذي وقصي نرجس الدواء دوذي وقص نرجس ما حيكمت نونك وحوي كم ذي كلمة تادي تعلم المسألة المسألة ذي وبرت خيركم من تعلم القرآن وعلم تعلم تأذن فعل كذا كمت تعلم وبرت ما قال يا ذي يرنا الشيبة عرضي بوعلامي يرنا الشيبة عرضي بوعلام بريورة عرضي رجدا هذا اللي هو هذا ده بل عرضي بس كعروده وشو فكر كباطية حالة ضحية نوين يرير عرضي سب هذا كسمينا عرضي القرآن كله دقة كوين يرير ألم ها عرضي الله شلون منن وهذا الشيء خا حكمة بدنا يا قبله وحكوي ورجورسة وجورسة ما بقول وما صعنا له هو يقول س ويكديد الله محا عرائم بعض الله شلين بي يعني ما تقومي س الله محا عرائم الله شلين بي يا راتي معنا وافتتح هو فرفرت مضارع المضارع وحيكون باللودين بواحد هل أو من الحروف حروفتي كامل حروفتي على أربع أفرتي الزوائد زيادة كأهد ها عن الماضي ماضي زائد كي ماضي كوبي جيران همز همز وي واي ونون نوي ويا ويا يا وتاون ترى كذا كلمة كوري بين لم يديه يجمعها وحاكل مية حروف تعفرت قولي هذا الكي أنيت وأنك يا فتاة ويلكن الله يرضو يا فتاة إذا تمام البيت تمام البيت بيتكم بعد ما استر وافتتحوا وحيكون فرفرت المضارع المضارع بواحد هلو من الحروف حروفتي كامل حروفتي على أربع يا فتاة حروفتي الزوائد الزيادة لا أهدو همز همز ويا ونون نون ويا ويا يا وتاون تانا كذا كلمة كوري بين لم يديهن أفرتاو يجمعها وحاكل مية قولي هذا الكي أنيت عن كون يا فتاوي الكن اللي يرضاه مضارع مرك حوم كي سمحوي مضارع بعد كلا قاضس مبني يا معرة معرة بأصل ورتوا مبني يسوى الله بشيء والله ما مركلي هذا إلا حين ستنون التوكيد يبنى على الفتح نون التوكيد كنا وحرف هذا نون النسوة لحين يستطيعنا يبنى على السكون نون النسوة وضمير واسم وفاعل لبدا هدو خالقا نقضوين لحين ومعرب معرب كيسا لكن أحواله معرب مرفوع
wax gudayna lama hayo mudaaric wax caamil oo guday oo la arki ma jiro marka waxay dhahaan waxaa lagu guday caamil macnawi ah laba arrin oo guda naxwada wax guday lama hayo laakiin haddii waa naxwi naxwo luuq bay u raadin moogta waa mubtadaha iyo ficilka mudaaric ficilka mudaaric waxaa guday bay dhahayn way noo soo socotaa wax leh tajarud wax kor dhigaa la waayo iyo wax reeba marka waxay dhahaan ficilu mudaaricun marfuucun litajarudi soomaar caamil macnawi aa guday caamil qarsoon oo ah in la waayo wax kor dhiga la waayo wax reeba rafcu lmudaarici aladii tajarada can naasibin wajaazimin taabada buu dhihi doon mubtadahana waxaa guday dhahan caamil macnawi oo ibtidaa warafcu mubtadaan bilibtidaa kadaaka rafcu khabarin bilmubtada dhihi jecel fiih marka ficilka mudaaric mucrabkiisu waa mucrab marfuuc mucrab mansuub mucrab majzuum uu soo wadaa kuwa waxaytu meel kaanad ay ahaato xuruuftii baa laga hadlay beytkan waxaytu kaanad waa iska munaasabe sarfi baa iska leh sarfi baa shaqo ku leh wax naxwo ku saabsan maah laakiin munaasabo ahaan buu sheekhu iskaga sooday sabab dheh naxwadu maxay kaa li jirta waan isku soo waafaqne naxwo maxay ka hadashaa aakhiru lkelima soo ma hadda waxaa la sheegaa kelimada bilowgeeda sarfigu feeri laba shaqo isagu qabsaa kelimada bilowgeeda iyo dhexdeeda kelimada aakhirkeedana yaa iska leh naxwada waa la kala qaybsa kelima bilowgeed in la kor dhigaa in la hoos dhigaa matala katabaad keenta meeqa xaraf bay ka koobanta saddex kaaf iyo taa iyo ba sooma naxwada waxay ku leedahay ba'daasaan kugu sugaya anugu kataba haddaa kitaba xataa dhaho iyadoo ay sax ahayn naxwada waxay ku leedahay aniga shaqadayda maaha iyadu xaggey kugu sugeysaa bada halkan aan kuu fadhiya ay kuleh ma gara baydhow waxay dhahaan yuusii karooro walaa kumaa ku sugaysa ariiro ii bedelu ilaah yuusii ay ugu soo socotaa walaa kumaa ku sugaysaan yuusii karooro walaa kumaa ku sugaysa naxwada marka halkaasi kugu sugaysa maadaama beytkan uu ka hadlaa marka wax awal ku saabsan yaa shaqadaa iskalah iyo dhex wax ku saabsan sarfi waxaytu meel kaanad ay ahaato xuruuftii xuruufi anay tawe fii rubaaciyin rubaaci dhexdii ficil ka kooban afar xaraf sida daxraja tudamu waa la godi awalkii daxraja mudaarice hadda xarafka ugu horreeya mudaarici god buu kii maxaadi yudaxriju yaadaa in la godo laakiin naxwo shaqadeed miya ma iyadu yudaxriju jiinkay kugu sugaysaa jiimkaas u dambe yudaxriju waxa la xarakeen unba iyadu rabta ma garan waxaytu meel kaanad ay ahaato xuruuftii fii rubaaciyin fii ficilin ficil dhexdii ficilkaasoo rubaaciyin afar xaraf ka kooban tudamu waa la godi daxraja yudaxriju baa dhihi sabraja yusabriju daxraja waa wilaawilay wey dhagixi wixii dabaq ka soo dhacay iyo buuraha yaa daxraja leh daxraja alxajaru dhagixi wuu soo wilaawilay wuu iska gadi wuu iska gadi wuu iska gadi waxa buurta ka soo dhici iyo dabaqyaday daxraja dhah oo welibana markuu soo dhaca haddana fiiri saa samaynaa iskadina 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 markaasaa leh daxraja wuu wilaanwilay dhaqdhaqaaqa u samey wa fadxuha in la fadxiyo xuruuftii way hadoogow fii maa siwaahu rubaaci wixii ka soo hay multazam waa la laazim sideedaba halkana fiiri ficilku afar baa laga dhisaa thulaasi oo saddex xaraf ka kooban rubaaci oo ka kooban afara khumaasi oo ka kooban shan xar sudaasi oo ka kooban lix xar lix wax ka badanna ma jiro wa muntahaahu situn in juridaa marka kii rubaaciga maxaa lagu yidhi markaad mudaaricaynaysa maxaa la rabaa xarfulmudaaricadihe in la godo daaxraaja mudaarice yudaaxriju sabraja tolmadii buu xumeeyey wa yusabriju halhala yuhalhiru saddex marka maxaa soo haray thulaathi iyo khumaasi iyo sudaas kuwaasi xarfulmudaaricada kor dhig xuruuftii anaytu kor dhig nasara maxaa dhihi ina nasara waa saddex yansuru kataba yaktubu khumaasigii tag indalaqa yandaliqu sudaasigii tag istakhraja yastakhrij waa arrin iska sarfi laakiin uu iskaga soo daray waxaytu meel kaanad ay ahaato xuruuftii fii rubaaciyin rubaaci dhexdii tudamu waa la godi awalkii xuruuftii anaytu
دحرج يدحرج وفتح عين لفتح حروفتي فيما سواه وحي كسواري رباعنا ملتزم فتحها سوى اللازم والله سبحانه وتعالى أعلم. أحكم بالله التوفيق.